كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد، بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب واهية. بيسعدنا أن ألتقي حضراتكم من خلال هنا مسبيرو على شاشة التلفزيون المصري، تلفزيون الشعب. بدأنا في شهر الانتصارات، نتنسم انتصار أكتوبر المجيد، ومن حسن الطالع أن يتم اليوم 3 أكتوبر تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية. أبدأ مع حضراتكم بالمنشطات، دي كانت المنشطات بتاعتنا، وبنبدأ مع حضراتكم في الخبر الأول بإذن الله. رئيس مجلس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس طبعا بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر، وطبعا كان في برقية لفخامة الرئيس في هذا الصدد. أيضا زي ما بنقول إن احنا بنعيش انتصارات أكتوبر المجيدة، ومن حسن الطالع أن يتواكب مع احتفال الدولة المصرية بانتصارات أكتوبر هو حفل تخريج الكليات العسكرية، والذي يشهده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عن هذا يعني هذه المناسبة السعيدة والجميلة والقريبة من قلب كل مصري، وتخريج أجيال جديدة يحملون الراية، راية الوطن خفاقة عالية، يسعدنا أن نتلقى مكالمة هاتفية كريمة. وسيادة اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أو بالأكاديمية العسكرية للاستراتيجية والدراسات العليا حاليا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. طيب اخبار حضرتك؟ طمنا على حضرتك. يعني انا بقول ان احنا مناسبه عظيمه جدا، ومن الفعل الحسن ان تتواكب انتصارات الدوله المصريه واحتفالها بانتصارات اكتوبر المجيده مع تخريج دفعات جديده من الكليات العسكريه يا فندم. وطبعا انت عارف ان الكليات العسكريه دي هي دايما زي ما احنا بنطلق عليها مصنع الرجال. صحيح. انها بتفرج الرجال اللي تولوا الدفاع عن الوطن في بدايه اول السلم القيادي او اول سلم العمل يعني. وبالتالي بتبقى مناسبه سعيده، والناس حتى بتبقى فرحانه بتخرج اولادهم، واحنا كجيل من القوات المسلحه اللي فرحانين من ضمام مجموعه جديده من الضباط الى القوات المسلحه في جميع التخصصات. لان احنا بيبقى بتدينا مؤشر على الاستمرار الدفع بدماء جديدة للقوات المسلحة على نفس النهج ونفس القدرة ونفس الفكر ونفس العقيدة اللي هو الدفاع عن أرض مصر العظيمة. يمكن اللافت للنظر يا فندم ان الاعداد المتقدمة للكليات العسكرية في حالة تزايد كل عام عن العام الاخر، بنجد الاف مؤلفة من الشباب المصري بيتقدم للالتحاق بالكليات العسكرية. ده ليه مغزى ومفهوم طبعا هتفسره لنا سيادتك؟ هو طبعا انت تعرف ان اولا الشعب المصري من الشعوب اللي بتحب تمسك بارضها جدا، وبالتالي هو ميال ان هو يكون داخل المنظمه او المؤسسه العسكريه اللي بتتولى هذا الموضوع، وبالتالي حسن الانتساب اليها. بيزيد الكلام ده امتى؟ لما يحس الشعب المصري بالتوتر والتهديد اللي حواليه. واحنا النهارده في الظروف احنا موجودين فيها دي بنبص كده نلاقي التهديدات في مصر من الخمس اتجاهات الفرديه بتاعتها، كلهم الخمس اتجاهات موجودين في التاريخ القديم اصلا، ما فيش اكتر من جهه او اثنين بالظبط يبقى فيها التهديد، لكن طبعا عندك من خمس اتجاهات، شمال شرقي والشرقي والسماء والشمالي الساحلي والغرب من عند ليبيا والجنوب من عند السودان، خمس اتجاهات كلها مشاكل وكلها مشاكل. فطبعا احساس الشعب بالتهديد وهو هيبقى عاوز يلقى بالتهديد عن نفسه، وان كان ايه عنده يقدر ابن يخش في يشترك في هذا في هذه المنظومه العسكريه اللي هيدافع بها، يبقى هو سعيد ان ابنه بيشارك هذا الموضوع، ودي سمه في الشعب المصري كله. دايما بنقول يا فندم ان الجيش المصري هو جيش فريد من نوعه، قوامه الاعظم من المجندين، وحتى الضباط وضباط الصف من الاسر المصريه، فهو جيش مكون من عجينه الشعب المصري، مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، ابيض واسود، متعلم وغير متعلم، كله بينصهر داخل بوتقه الجيش المصري. فرصه ان حضرتك معانا واحنا بنشهد تخريج كليات عسكريه او دفعه جديده من الكليات العسكريه ان نتحدث عن ذكرى الانتصار العظيم 6 اكتوبر، وبعد مرور 51 عام ماذا يتذكر ويقول سياده اللواء دكتور محمد الغباري؟ لا هو اي واحد فينا حضر حرب اكتوبر في الذكرى دي بيبقى قدام عينيه شريط الاحداث ثانيه بثانيه، ما بيروحش منها، لانها كلها
احداث سعيده واحداث كانت بتنم عن فرحه. يعني في حد بيفرح بالقتال؟ احنا كنا فرحان بالقتال لان القتال ده او كان الهدف منه استعاده ارض مسلوبه منك، استعاده كرامه الضغط عليها بشيء من الظلم، لان احنا ما حلفناش في 67 وبقينا احنا مطعونين في كرامتنا ان احنا هزمنا القتال من اجل النصر، وانت كنت عايز تحقق النصر باي طريقه، فبالتالي كل هدف من حركه من حركات اهداف من الاهداف دي انت كنت بتسعى اليها فكنت سعيد، وبالتالي بتبص قدامك بقى. مثلا انا مثلا كنت موجود رئيس قائد نقطه عبور لاتحاد الاسقاط بتاع الفرقه الثانيه الكوبري الرئيسي والمعابر الفرعيه اللي فيه، وقاعد بتابع تدافق القوات على في خلال اقتحام قناه السويس، فسعيد انا كل دفعه بتتحرك وبتوصل الناحيه الثانيه بحس بالتحيه لمصر، بحس بالنجاح قدام عينيا بشوفه، فطبعا دي ذكريات جميله جدا ان الواحد ما ينساهاش خالص. صحيح يا فندم. يمكن احنا زي ما بقول لحضرتك يعني واحنا بنتلقى المكالمه الهاتفيه دي بنشهد ومعانا على الشاشه جزء من احتفالنا بحضور فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، حفل تخرج دفعات جديده من الكليات العسكريه. فرصه برضو ان انا اتكلم مع حضرتك كمفكر استراتيجي في تحديات الامن القومي اللي بتقابلنا واستعدادات القوات المسلحه والتسليح المتعدد من اكثر من جهه وتقويه يعني الجبهات المختلفه، وزي ما حضرتك علمتنا وقلت لنا قبل كده ان مصر واحه خضراء وسطها كرات لهب، فالامن القومي المصري بدفعات جديده من الاجيال الجديده يستعد لتحديات الامن القومي المصري. ابرز التحديات يا فندم اللي بتشهدها المنطقه وبيشهدها الامن القومي المصري؟ هو دايما خالد احنا بنقول التهديدات والتحديات دايما بيبقى في اطار الرؤيه الاستراتيجيه للدوله. فانت النهارده مثلا عندك انت مشروع شاطئ كبير ما زال موجود وبتنفذ على المنطقه، وبالتالي الصراع اللي موجود في سوريا والصراع موجود في السودان والصراع موجود في ليبيا والصراع موجود في اليمن واللي في العراق، كل ده اصلا من اثار مشروع شاطئ كبير اللي هم كانوا عايزين ينفذوه. طبعا اذا انت ما زلت في التهديد اللي كان ناتج بعد اثار ثوره 25 يناير والاخوان ومش الاخوان والكلام ده وتغيير النظام في الحكم، واحنا قوينا الكلام ده كله، ده اصلا كان تهديد، والتهديد ده لسه ما زال مستمر قدام عينيك. طيب الصراع العربي الاسرائيلي اللي في اوجه دلوقتي في موضوع غزه والضفه الغربيه ولبنان، ما هو ده برضه من التهديدات اللي موجوده للامن القومي المصري. النهارده الصراع اللي موجود في السودان رغم ان هم بين فاصلين من السودانيين مع بعض، الا ان هذا الاضطراب بيأثر على الامن القومي المصري سواء اقتصادي او سياسي حتى على الاقل. صحيح. سياسي انت في موضوع مشاكلك في وادي النيل، انت بتبقى بتضعف نتيجه الانفصال بينك وبين السودان لانه مش موجود على الساحه معاك على الساحه الدوليه، وموضوع النزوح والكلام ده وضمان تدفق المياه، كل ده تهديد الامن القومي. صحيح صحيح. نفس الكلام برضه من ليبيا، لولا ان انت عامل خط احمر وعامل وكنت جدي في تنفيذه كان زمان الارهاب رجع لك تاني. صحيح. يعني حمايه الامن القومي يا فندم بتاتي من قوه الردع، لما يكون العدو او المنافس عارف ان في ردع فبيتم تحجيم التهديدات. اخيرا يا فندم، يعني الدوله المصريه والقياده السياسيه كمان بتحرص على المتابعه المستمره للتاهيل الفكري والثقافي لطلاب الكليات العسكريه وخريجي الكليات العسكريه، ويمكن كان فخامه الرئيس حريص في اوقات سابقه على اللقاء مع الخريجين خريجين الكليات العسكريه واجراء حوار فكري، اعتقد ان ده بيرفع الوعي العام بقضايا الوطن وشيء مهم جدا. الرئيس مش بس مع الخريجين، ده مع جوه مع الولاد لما بيلتحقوا بالكليه. صحيح صحيح. في فصل المستجدين بيحضر معاهم اثناء عرض كشف الهيئه او الكشوف الرياضيه، كان بيحضر معاهم ويتكلم معاهم. صحيح. وبرضه بعد ما اول دوره في ما يخلص فصل المستجدين بيقعد معاهم تاني ويتكلم معاهم سياسي. لما بيجي لهم الصبح مره يقعد يلعب معاهم رياضه ويفطر معاهم ويبدا الحوارات وياهم والكلام ده كله، يعني الرئيس اصلا اخذ على عاتقه التاهيل السياسي لطلبه كلها حربيه لان ده اساس مهم. صحيح.
يا فندم احنا سعداء بسماع صوت حضرتك وبالمعلومات الجميلة، ويمكن مناسبة طيبة ان احنا نتكلم مع حضرتك في 3 اكتوبر بشهر الانتصارات، وايضا يتواكب معنا الليلة حفل تخريج الكليات العسكرية واللي بيشهدوا طبعا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، سيادة اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الاسبق، لك كل التحية والشكر. اعزائي المشاهدين شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين طبعا احنا متواصلين مع حضراتكم، عندنا أخبار تاني مهمة ولكن بعد هذا الفاصل. في الحقيقة الواحد لما بيسمع صوت الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات يعني قائد الحرب والسلام يعني بيحس بالفخر وبالعزة والكرامة، إن احنا كان عندنا رئيس سبع عصره يتمتع بالذكاء الحاد، وكان عنده تصميم على استكمال ما بدأه الرئيس عبد الناصر بعد الهزيمة في حرب الاستنزاف، وكانت حرب الاستنزاف هي الاستعداد الحقيقي لحرب أكتوبر أو انتصار أكتوبر. كل التحية لروح الزعيم محمد أنور السادات ولكل رؤساء مصر السابقين ممن انتموا للمؤسسة العسكرية المصرية، والشكر موصول لفخامة الرئيس السيسي الذي يحمل راية الوطن خفاقة عالية دائما بإذن الله. الخبر الثاني اللي معانا في إطار طبعا دور مصر الفاعل في المنطقة وعلى مستوى العالم، مصر تترأس رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي وتستعيد الدور القيادي، والدور القيادي عمره ما غاب عن مصر ولكن كانت بتبقى فيه فترات صعود وهبوط، ويمكن عن هذا الموضوع طبعا بيساعدنا أن نتلقى مكالمة هاتفية كريمة من خبير في الدراسات الإفريقية والسياسة الإفريقية، هو الدكتور رمضان قرني. أهلا بحضرتك يا دكتور رمضان، وسعداء أن حضرتك معنا من خلال برنامج هنا ماسبيرو على الهاتف. أهلا بحضرتك دكتور خالد، وتحية لحضرتك وجمهورك الكريم. يعني دايما بنقول ان مصر رائدة في افريقيا ومنذ الستينيات، وساعدت في حركات التحرر الافريقي، وحتى الان في جامعات ومدارس وميادين باسماء السيد الرئيس جمال عبد الناصر، الفترة الناصرية كانت فيها زخم في الحراك الافريقي، خفوت وصعود في العلاقات المصرية الافريقية الى ان جاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فشهدت العلاقات المصرية الافريقية يعني بريق لامع جدا، تتولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقي، والان احنا امام خبر رئاسة المجلس السلم والامن الافريقي. كلمنا عن هذا الموضوع يا دكتور، وعن دور مصر في افريقيا، وعن اهمية رئاسة مصر لمجلس السلم والامن الافريقي. بطبيعة الحال الحديث عن دور مصر في القارة الافريقية هو جزء من الامن القومي المصري، جزء من الهوية المصرية. الوجود المصري في قارة افريقيا، سياسة مصر تجاه قارة افريقيا هو تعبير عن هوية مصر الافريقية، وبالتالي هذا الوجود يشمل العديد من المناحي، سواء السياسية سواء الامنية سواء الثقافية، وربما كانت الدولة المصرية سباقة في اطار مؤسسي لخلق اطار واحد يجمع كافة هذه التحركات، ربما كان من خلال تأسيس الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا في الثمانينات، وحاليا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. بالعودة إلى القضية الجوهرية التي نعيشها هذه اللحظة، هي وتتعلق برئاسة مصر للدورة الحالية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وهو بالمناسبة مهامه تقارب بدرجة كبيرة مهام مجلس السلم والأمن الدولي، باعتبار أن قضية السلم والأمن والاستقرار الإقليمي هي المهمة الرئيسية لهذا المجلس التنفيذي. ربما الأهمية الحالية لرئاسة مصر تنبع من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، تحديات تتعلق ببنية السلم والأمن، لدينا ربما الصراع في السودان، الوضع في ليبيا، مكافحة الإرهاب على مستوى العديد من أقاليم القارة الأفريقية، والأهم من ذلك التحديات الإقليمية الخطيرة التي تحيط بالقارة الأفريقية سواء كانت في فلسطين أو في لبنان، وبالتالي تأثير هذه التطورات على ما يمكن أن نسميه أمن الممرات المائية في قارة أفريقيا. الرئاسة المصرية حددت بدرجة واضحة 5 أهداف لرئاستها الدورية لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، ربما كان من أهمها هو تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي، الاستراتيجية الرئيسية 2063، إسكات البنادق. نعم، إسكات البنادق يا فندم.
بالضبط بالضبط حضرتك، يعني سياسة إسكات البنادق باعتبار أنها مراحل عشرية تمر بها هذه الاستراتيجية المهمة. الجانب المهم في تصوري ويعتبر نقلة نوعية في تحرك الاتحاد الأفريقي ما يتعلق بزيارة وفد المجلس اليوم إلى السودان والحديث عن الانخراط الإفريقي القوي في الأزمة السودانية، باعتبار الاتحاد الأفريقي أحد المؤسسات المهمة والمعنية بالوضع في السودان، وبالتالي الوقوف على أرض الواقع بالنسبة للأزمة السودانية أتصور أنه اختراق مهم للأزمة السودانية في ضوء المبادئ التي سعت مصر في الفترات الماضية لتكريسها من أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية. يعني كلام جميل جدا وكلام مفيد جدا حضرتك بتقوله لنا، ويمكن كمان في إطار دعم مصر لعدد من الدول الإفريقية في توطيد عواصر الأمن، ويمكن أخيرا وليس آخرا طبعا الدعم المصري لدولة الصومال حتى تستعيد دورها وتستعيد الدولة. نعم. بمؤسسات حفن. نعم نعم دكتور خير، حضرتك ألمحت النقطة في غاية الأهمية، تتعلق بمنطقة مهمة من مناطق القارة الأفريقية، منطقة القرن الأفريقي، أيضا جزء من مهمة رئاسة بيت مصر لمجلس السلم والأمن، تتعلق بمراجعة الأوضاع في الصومال، خاصة أننا مقبلون على تطور مهم في الصومال وهو انتهاء مهمة عمل بعثة أتنيس وشروع الاتحاد الأفريقي في تأسيس بعثة جديدة. كانت مصر من أوائل الدول التي أعلنت موافقتها على الشروع في هذه البعثة. تمام. ربما التحرك المصري تجاه الصومال أخذ جانبين مهمين أو أخذ شكلين مهمين. الجانب الأول هو يتعلق التعاون الثنائي من خلال توقيع اتفاقيات طبعاً لتطوير الكوادر الأمنية في الصومال بدرجة كبيرة من أجل مواجهة صحيح قضايا الإرهاب وحفظ السلم والاستقرار في الصومال، ثم من خلال المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي. في الحقيقة دكتور احنا سعدنا بالمكالمة وبالمعلومات الوفيرة اللي حضرتك قدمتها لنا، شاكرين وجودك معنا الدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين دلوقتي هنطلع فاصل وناخد آخر أخبارنا. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم من شوية، يعني أنا سعيد جدا بالفواصل اللي عدها الزملاء النهاردة في البرنامج اللي بتذكرنا بانتصار أكتوبر المجيد وصوت الرئيس الراحل البطل الشهيد محمد أنور السادات، وبيعلن بيان الانتصار والبيانات المختلفة، بتشعر الإنسان المصري بالعزة والكرامة وأهمية استعادة الأرض وأهمية أن نكون مستعدين لكل التحديات اللي بيقابلها الأمن القومي المصري في منطقة ملتهبة ومنطقة فيها مطامع كثيرة جدا، والجيش المصري الوطني الشريف هو الجيش الوحيد اللي واقف على رجله في المنطقة. ربنا يديم علينا عزة وكرامة الجيش المصري. الخبر الأخير مع حضراتكم هو لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين. رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء البافاري يشهدان توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ولاية بافاريا الألمانية. طبعا التوقيع ده النهاردة كان بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والجانب البافاري في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. دي كانت أخبارنا النهاردة، وكانت حلقتنا النهاردة بتتحدث يعني عن أهم الأخبار، ومنها حفل تخريج الكليات العسكرية اللي بيشهده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بيتواكب معاه طبعا احتفال الدولة المصرية بانتصارات أكتوبر المجيدة ورفع الراية المصرية عالية دائما خفاقة عالية. ودائما في شهر أكتوبر بنتذكر مقولة الرئيس البطل الراحل محمد أنور السادات عندما قال: لقد آن للمصريين أن يأمنوا من بعد خوف، فقد أصبح لديهم درع وسيف، الجيش الوطني المصري الشريف. بختم ختامي المعهود مع حضراتكم، لكن قبل ما اختم الختام بقول ان احنا معانا بعد هذا الفاصل فقرة حوارية مهمة جدا عن الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد. احنا في المرحلة الثالثة اللي بدأت 2023 وتنتهي 2030، وأهمية مشاركة المواطن المصري في مكافحة الفساد. وضيفي الكريم هيكون في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ الإدارة العامة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد الفاصل بإذن الله.